السلام عليكم واسعد الله مساكم كل خير. اليوم بتشوفون تغطية جميلة مرتبة من شركة كيا الجبر. راح نقدم لكم أو نصور لكم السيارة الجميلة اللي الكل كان ينتظرها. تقريبا هي نزلت قبل شهر أو أقل من شهر وغطيناها لكم، لكن اليوم حفل التدشين الخاص فيها وراح أصور لكم إياها وأعطيكم كل التفاصيل اللي صايرة في هالتدشين هذا. طبعا السيارات اللي راح نطلع فيها الآن كلها الكي 8، وزعوا لنا برضو نفس الشيء ألوان ما شاء الله تبارك الله، يعني اللي حاب يشتري بيشوف كل الألوان اليوم في التغطية هذه، فتقدر تختار لون سيارتك من تغطيتي، فلا تفوت أي تغطية لي. راح أوريكم جميع الألوان، لكن في لون ترند 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 فعلا ترند. أوريكم أول لون وبعدين بوريكم اللون الترند، وهذا أول لون اللي هو اللون الأبيض. شوفوا التفاصيل اللي موجودة فيها، الكروم اللي جاي على الشبك هنا، كذلك على أطراف الصدام، وهذا اللون الأبيض. أبيض سقف بانورامي يجيك باللون الأسود باين، الداخلية باللون الأوف وايت. هذا اللون الأول عشان تشوف وتختار اللون اللي حابه. اللون الثاني هذا اللون الرمادي الفاتح، برضو الكروم هنا باين وعلى طرف الصدام نفس الشيء، يعني تقريبا باين. شوفوا ما شاء الله، هذا اللون الرمادي. ايش رايكم بيكون هذا اللون او هذا اللون؟ تقدر تختار اي لون تبغاه. بوريكم الحين لون الترند. يلا تختار. طبعا شوفوا اللي على الصدام او على الشبك الكروم، لكن هذا اللون الترند. انا من ناحيتي عجبني اللون ما شاء الله تبارك الله، اللون الزيتي او الاخضر الغامق، لون ترند ما شاء الله تبارك الله. حتى الكروم باين على الاطراف كامله، على الابواب، على القزاز، على الخلفيه. شوفوا شوفوا الشكل كيف، حتى على الدفيوزر الخلفي. صراحه اللون تحفه، شوفوا الجمال كيف، حتى التفاصيل هذه موجوده وباينه على نفس اللون. ايش رايكم؟ شيء جميل. هذا اللون الرابع تقريبا يعتبر لون الرمادي. شوفوا الشكل كيف باين، لون رمادي غامق. طبعا اللي تو شفتوه الرمادي الفاتح وهذا الغامق. شوفوا كيف جاية التحفة الفنية ما شاء الله تبارك الله، حتى هذه باينة. اللون الأخير تقريبا جاي على كحلي غامق او على اسود، عجزنا نعرف اللون، تقريبا مو باين مو واضح، لكن اللي انا اشوفه كانه زي الكحلي زي الازرق. هذا الشكل تقريبا اسود، تقريبا جاي ازرق غامق او كحلي غامق على اسود. صراحه عجزت اعرف اللون، لكن بنتاكد من الالوان وش يكون اسم اللون هذا. فهذا اللون ولا هذا اللون او هذا، انا صراحة ما ادري ليه عجبني هذا مرة، او الرمادي الفاتح او الابيض. ترى الابيض برضو حلو، مبين طولها وكبر حجمها ما شاء الله. بس شيء واحد الحين نركب ونجربها ان شاء الله، فبناخذها تست درايف جدا جميل، بنجرب كل شيء في السياره، ففخامه وجمال وشكل رياضي مثل ما انتم سمعتوا في المؤتمر نفسه او في حفل التدشين. نبدا بها اللي هي اقل فئه دي، بتيجي حساسات اماميه وحساسات خلفيه، الاضاءه فول LED، الاضاءه النهاريه LED،
في كروم على الصدام الامامي، الجنوط الومنيوم بمقاس 18 انش، اشارات LED على المرايه الخارجيه، في تنبيه ومساعده للنقاط العاميه، دخول ذكي وتشغيل بصمه وتشغيل عن بعد، الوقود استهلاك الوقود 13 كيلو لكل لتر بنزين. طبعا كلها الخلفيه اسمها الفاست باك، بتتميز برضو في التصميم الرياضي. الانوار الخلفيه كلها بتيجي LED، وفي كاميرا خلفيه، وفي حساسات الخلفيه، وفي الكروم على الديفيوزر الخلفي. طبعا على جميع الفئات، على جميع الفئات كل هذه الاشياء اللي انت ذكرتها على جميع الفئات. مظبوط. بيزيد بعد كده الكاميرات، هنتكلم عليها في فئه الفل، الفئه الثالثه. حلو، هنشوف من الداخل، نشوف من جوا، نحط فلتر بيدي. خلص فلتركم ما شاء الله تبارك الله. هذه طبعا فئه الاقل فئه هذه. حلو. طبعا من الداخل كل الفئات بتيجي جلد، بس هتفرق نوعيه الجلد في الفئه الثالثه اللي هي الفل وبنتكلم عليها. كلها بتيجي لاسياد كهرباء، بس هنا بتكون اربع اتجاهات فاقل فئه، والاسياد كلها بتيجي الجلد. في الكرسي السائق والراكب بيكون الكهرباء، الجير اوتوماتيك من 8 سرعات الكتروني الفرار. في الداخليه بتيجي يا اما تكون بيج مع اسود، او اسود كامل، او زي الموجود معانا اللي هو التوفي مع الاسود. ده موجود في الفئه الاولى. هنا في تخشيب ديكور، هنا في تخشيب امامي، اضاءه داخليه، فيه اضاءه داخليه، لا في الفئه الثالثه فقط. الاضاءه المحيطيه في الفئه الثالثه فقط. هنا الكنترول تبع المكيف موجود، لاين واحد بيظهر النافيجيشن، وفي نفس الوقت ممكن اتحكم بالتكييف. اخليه للتكييف. مزبوط. في نفس الصف بدون ما يكون في زحمه في الازرير في الكونسول. حلو. الشاشات، الشاشات في هنا في الفئه الاولى، الشاشه عندي شاشه الترفيه مقاس 8 انش. حلو. وشاشه LED، وشاشه المعلومات في الوسط 4.2. البريك الكتروني في جميع الفئات. مزبوط. هنا في الخلف في المسند الوسطي، وفي هنا مساند الرأس بشكل عادي مجوف، عشان هتفرق في الفئات الأخرى. حلوين. تكييف خلفي ومنافذ تكييف خلفي في الخلف في السيارات مع شاشة إلكترونية. حلو. طبعا الإرباك فول إرباك في جميع الفئات. فول إرباك معناه إن هو في 9 إرباك، الإرباك السائق، إرباك الراكب، الكراسي الأمامية، 2 كراسي خلفية، ومع الستائر الجانبية الهوائية. مزم. مع إرباك الركبة يكون 9. مع إرباك الركبة في جميع الفئات. ما شاء الله تبارك الله. في معانا مراقبة المسار موجودة. حلو. مراقبة المسار، وفي المثبت السرعة والتحكم بالصوت موجودين. هذه يا شباب ترى الأولى. تعتبر الفئة الأولى في كيا K8. يعني ما شاء الله فيها مواصفات جدا كثيره. الكاميرا الخمسه عشان مراقبه المسار، هذه اللي بتشتغل مع مراقبه المسار. في الشكل الخارجي هنشوف الفئه الثانيه اللي هي دي، هذه الفل. الفئه الثانيه هي الوسط، الفئه الثانيه الوسط، نفس الشيء الخارجي، في حساسات الاماميه، الحساسات الخلفيه، الاضاءه الفول LED والكروم، لكن يفرق الجنوط بتكون مقاس 19 وبتصميم او شكل غير اللي موجود على الفئه الاولى. نفس الشيء موجود، دخول بصمه، تشغيل بصمه، تشغيل عن بعد. في هنا في الستاير على الابواب، ستاير، لا قبل الستاير، هذه كفاءة الطاقة للفول كامل 9، فرقت عن الفئة الأولى لأن حجم الجنط بيغير معدل استهلاك الوقود. مظبوط. هنا في الستاير الداخلية، هذه ما كانت موجودة على الفئة الأولى. حلو. نفس التخشيب الموجود، نفس الجلد الموجود، المكيف اللي موجود في الخلف، بيزيد هنا الهيدرست، التكاية هذه تغيرت عندكم. بالضبط، موجود. مزبوط. هنا التكاية فيها العلاقة اللي موجود بالتصميم الموجود. من الخلف نفس الشيء، انوار LED على كامل السياره من الخلف، والحساسات الاماميه والخلفيه زي ما اتكلمنا عنها. هذه الفئه الفول كامل، هذه الفئه الثانيه، لا الوسط، الفئه الثانيه جلد برضه يعتبر عادي. عادي وتيجي فيها نفس الالوان، يا اما بيج مع اسود زي اللي هنا، او بني مع اسود زي اللي كانت في الفئه الاولى، او اسود بالكامل. هنا بيزيد عندي، في هنا عندي الشاشات
بتزيد ان هي هنا في شاشتين، كل شاشه مقاس 12.3، شاشه للعدادات وشاشه للترفيه، الشاشه الوسطيه للترفيه. نفس الشيء الديكور الخشبي الموجود، نفس الشيء الارباك التسع ارباك الموجودين والجلد الموجود. يفرق هنا زياده، هنبدا الكراسي فيه هنا 8 حركات، هنا كانت في 4 اتجاهات، هنا في 8 اتجاهات. وفي عندي هنا الزر ده تبع المساج، ده لكرسي السائق، في مساج على كرسي السائق تقدر تتحكم فيه، يا اما المقعده فقط يا اما الظهر فقط او كامل الكرسي، بيكون مساج على كامل الكرسي. حلو. وفي كمان موضوع السبورت مود او في السرعات العاليه بيبدا الكرسي يضم على السائق عشان يعطي له الطابع الرياضي. حلو. هذه في التست درايف جربناها وطلعت معانا، لكن اضاءات داخليه برضه موجوده؟ داخليه لا لسه مش موجوده. تكون موجوده في الفئه فقط التالي. بتكون فئه الفل كامل، هذه فئه تعتبر الوسط او فئه النص فل. فشوف الفروقات، ستاير جانبية، الشاشات تغيرت معاك، المراتب تغيرت معاك اللي هي تكاية الراس. هنشوف من الخارج، هنلاحظ ان الفئة الوسط وفئة الفول اوبشن، هنلاحظ هنا في الامام في الرادار موجود، علشان هيكون فيها في الفئة الوسط وفئة الفول فيها مثبت السرعة الذكي. هتكون الرادار موجود على فئة النص فل وفئة الفول كامل. كامل. مع الإضاءة LED الكامل اللي اتكلمنا عليها، مع الأضواء النهارية وإشارات الاتجاهات في نفس المكان، نفس الجنوط اللي موجودة على الفئة الثانية موجودة على فئة الفل اللي هي مقاس 19 بنفس التصميم. الدخول نفس الشيء، الدخول ذكي مع بصمة مع تشغيل عن بعد. هنا بيزيد الإضاءة المحيطية، موجودة إضاءة محيطية على الطبلون وعلى الأبواب الداخلية، 8 ألوان رئيسية و64 لون فرعي. الكراسي الأمامية نفس اللي موجودة على الفئة الثانية، اللي فيها تحكم كهربائي وفي الاتجاهات اللي هي 8 اتجاهات ومساج لكرسي السائق. مساج لكرسي السائق 12.3، لكن بيزيد عليها اللي فيها شاشة الرؤية العمية، رؤية النقاط العمية، النقط العمية بتظهر على شاشة العدادات لوجود 4 كاميرات خارجية على العكس من الفئة الأولى والثانية، في 4 كاميرات أمامي وخلفي وفي الجوانب، فتظهر رؤية النقاط العمية على شاشة العدادات. نفس الشيء في الستائر الخلفية اللي موجودة والهيد ريست بالشكل التصميم الجديد مع المكيف، بيزيد كمان الكونسول المسند الخلفي موجود فيه تحكم في الصوت وفي المكيف من الخلف. هذا نفس التحكم الشيء موجود في المسند الخلفي، في المسند الخلفي موجود. مزبوط. تحكم في المكيف والميديا. هنا عندي الستائر الخلفية، وبيزيد في فئة الفل في ستارة خلفية كهربائية تشتغل مانيوال أو تشتغل مع الريفيرس أو الرجوع للخلف. نفس الشيء موجود معانا الحساسات الأمامية والخلفية والأنوار الـ LED اللي موجودة على كامل السيارة من الخلف. هنا عندي الكاميرا الخلفية، عندي الكاميرات الموجودة على الجوانب والكاميرا الأمامية. بيزيد عني بيفرق في فئة الفول أوبشن أو الفئة الثالثة، أن أطراف الكراسي موجودة هنا من نوع جلد النابة، فقط الأطراف، فخر الأطراف من جلد النابة. وهنا من الأمام عندي الشاشات اللي اتكلمنا عليها، شاشتين مقاس كل شاشة 12.3، والإضاءة المحيطية الموجودة على السيارة والبريك الإلكتروني والكاميرا المحورية أو الأربع كاميرات أو الرؤية 360 درجة مع 3 أوضاع لذاكرة الكرسي السائق وقفل أمان الأطفال الأوتوماتيك. وفي فئة الثالثة البانوراما موجودة في الفئة الثالثة. سقف البانوراما، سقف البانوراما موجود فقط في الفئة الثالثة، فئة الفول كامل فقط، الفول كامل. ونفس الإرباك الموجود، 9 إرباك موجودين على السيارة. ما شاء الله، يعطيك العافية، ما قصرت. هذه الفروقات بين فئة النص فل وهذه الفول كامل، وهذه فئة اللي تعتبر أقل فئة لكن فيها مواصفات حلوة، فهذه الفروقات كاملة إن شاء الله راح تعجبكم. طبعا الاسعار هذه فئة تعتبر الستاندر واقل فئة، سعرها ب 139,148 ريال شامل الضريبة. وهذه فئة النص فل تعتبر سعرها ب 170,198 ريال شامل الضريبة. وهذه فئة الفل كامل سعرها ب 194,348 ريال شامل الضريبة. هذه فئة الفل كامل. وبكذا انتهينا من تدشين كيا K8 2022 الجديدة.
شكرا كيا الجبر على التنظيم الجميل والترتيبات، حتى على السيارة الجميلة اللي نزلتوها ما شاء الله تبارك الله. أنا راح أترك الرأي لمتابعيني، لكم أنتم، جربوا السيارة راح تقتنعون في قيادتها، ما شاء الله تبارك الله، فخامة وطابع رياضي بنفس الوقت، وشكل جدا جبار، شكلها ملفت يعني فعلا، لو تشوفها على الطبيعة راح تعرف كلامي زين، شكلها جدا ملفت، حتى قيادتها جدا جميلة. ما راح أقعد أقول لكم فيها وفيها وفيها، أنت روح جرب. يعطيكم العافية، أخوكم متعب السعد. لا تنسون تشتركون معي بالقناة وتفعيل الجرس لمشاهدة كل جديد في عالم السيارات، وبالوصف تحت راح أحط لكم جميع التواصل الاجتماعي الخاص فيني، سناب شات، تيك توك، إنستغرام. الله يحييكم جميعا، إلى تغطية أخرى إن شاء الله، فمان الله، شكرا كيا.